احنا سكان خرب السمرة يعني نرجع خرب السمرة قبل كذا سنة كان يسكن أكثر من 20-50 عائلة، اليوم اقتصروا على 4 عائلات اللي احنا أنا وأبوي وأخوتي بس. أكثر العائلات يعني تهجير من الاحتلال، عمل هذا الهدم كل ما خلنا شيء، لا فراش لا برقصات السنة، خبين ثلاجات مواعين فراش شوادر للغنم يعني برقصات. في الحكومة هي داعم المستوطنين، لأنه هو المستوطن بلش يعني كان في خيمة، يعني شو خيمة، استولى على تقريبا على أكثر الأراضي كلها، عملها جدار يعني جميع المراعي اللي هنا كلها عملها سياجات أسلاك شائكة. أخذوا البلاد بحبسوهم يوم 4 ساعات 5 ساعات، شايف بحبسوهم ودش الغنم سايب يعني. طبعاً إحنا نعتاش على الثروة الحيوانية، على تربية الثروة الحيوانية في مناطق الأغوار. تمارس علينا عدة أساليب من قبل الاحتلال، عمليات هدم، قطع المياه عننا، إحراق المراعي، ملاحقة من قبل جيش الاحتلال. لما نروح من هناك بتروح الأرض، بتروح يعني كل شيء مستفيد شيء، يعني مصمدين هناك مشان الأرض. هي فترة الكورونا يعني بطلنا نحتك فيهم، صاروا في المستوطنات في الأمراض. بس هم استغلوا هاي الفترة يعني جميع الأراضي فترة الكورونا هاي اللي جميع الأراضي شيكوها، عملها كل أسلاك يعني كلها عملها زي النمر، يعني وين ما في منطقة كنا إن مراعي عملها كل سياجات استولوا عليها، يعني الأراضي منها أراضي ملكية، يعني الأراضي هناك معظمها ملكية شاي. بس خلص هم بقول لك ممنوع بيهدم لك، وإحنا يعني كل ما يهدموا نبني ونظل صامدين يعني. Thank you.